الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل على عبدك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، أنا عايزكم معايا النهاردة إن شاء الله يا جماعة، ما حدش يبطل لسانه معايا كلمة عليه الصلاة والسلام. أنا هكلمكم النهاردة عن شوق الكون كله لسيدنا محمد، عن حب الله لسيدنا محمد، عن مقام ربنا، عن مقام سيدنا محمد في الكون، عند الحجر وعند الشجر وعند ملائكة السماوات والأرض وفي كل حاجة. هكلمكم إن سيدنا محمد ما حطش إيده على صدر اللي ربنا هباه، ما حطش إيده على مرض اللي ربنا شفاه، ما حطش إيده على شيء اللي ربنا جاب فيه البركة. هكلمكم عن حبيب الله طلع البدر علينا، عن البدر اللي ربنا نور به سماء حياتنا، البدر اللي ربنا نور به كل شيء في حياتنا، نور حياتنا، النور اللي ربنا ادهولنا عليه الصلاة والسلام. هكلمكم قد ايه كان شخصية مبهرة، كان شخصية عظيمة، بهر العرب كلهم زمان، وبهر الكفار اللي بيشتموا فيه الوقت بهرهم عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن حبيب الله السراج المنير اللي ربنا ارسله الينا. انا مش عايز لسانك ولا لسانك يبطل لحظة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. بدأ دي بدء. انا بقول لكم يا جماعة، ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله. فاكرين انهم هيموتوا نور ربنا ودين ربنا، انهم يشتموا في النبي؟ ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات رسول الله وارتدت قبائل العرب، ولم تعد تقام خطبة الجمعة في جزيرة العرب كلها الا في 4 مساجد، واحاطت جيوش المرتدين بالمدينة المنورة. واحد الصحابة قال لسيدنا ابو بكر، يا خليفة رسول الله، الزم بيتك واغلق عليك بابك، لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما مر عامان الا ودحرت جيوش المرتدين، وكانت جيوش المسلمين عند موت ابو بكر بعد 2 سنين بتحاصر اعظم امبراطوريتين في العالم، الفرس والروم. ان هذا الدين لا 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 ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاءت 7 حملات صليبية مسعورة يقودها قوات اوروبا وقساوسة اوروبا، 7 حملات صليبية مسعورة، و90,000 مسلم اتقتلوا في بيت المقدس في يوم واحد، لغاية ما الجثث بقت متعفنة في الشوارع، والخيط الركب بتاعت الخيول غاصت في دماء المسلمين، وبدأ الجنود بتوع الحملات الصليبية يشوا جثث اطفال المسلمين وياكلوها من الحقد على الاسلام. المسجد الاقصى اتقفلت الصلاة فيه وعلقت عليه الصلبان وقبة الصلاة، المساجد اتحولت لاسطبلات وكنائس. كل ده حصل يا جماعة لغاية ما ربنا فجر الصحوة الاسلامية في العالم الاسلامي، وقام صلاح الدين الايوبي وحارب 52 معركة الله يرحمه، 52 معركة، كان واحدة منهم بس حطين، وعادت الصلاة للمسجد الأقصى بعد 91 سنة انقطاع عن الصلاة فيه، اللي هم بقالهم 60 سنة يا جماعة. إن هذا الدين لا 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 ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم جاء التتار وأسقطوا الخلافة العباسية، وجابوا الخليفة حطوه في شوال وضربوه بالنعال لغاية ما قتلوه، وقتلوا قعدوا شهر كامل يقتلوا في المسلمين، لغاية ما ألف مسلم، مليون مسلم ومسلمة اتقتلوا، وبقت الجماجم زي الجبال في شوارع بغداد. ثم انفجرت الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وقام خير أجناد الأرض من مصر بقيادة قطز وحارب قطز ودحر التتار. ثم حدثت المعجزة الرهيبة، التتار اللي كانوا محتليننا كلهم دخلوا في الإسلام. إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم في القرن اللي فات لما انتشرت الشيوعية والعلمانية وخلاص، ثم تنفجر الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي كله، في الدول الإسلامية وبره الدول الإسلامية، في الرجال والنساء، في الأطفال والكبار، في المدن والقرى والنجوع والمراكز وكل مكان. سأمضي وإن كان دربي طويل، وإن كان فيه يقيم الردى، يرون بي الشوك من كل جنب، ولكن أرى الورد والموردة، أسير أسير وكلي ضياء ونور، لأني اتبعت نبي الهدى، نبي الهدى، البدر اللي طلع علينا، طلع البدر علينا يوم جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا محمد؟ ليه محمد؟ ليه بيشتموا محمد؟ لماذا محمد؟ لأنه الحق، والباطل لازم يكره الحق،
وهم عارفين ان هو الحق. لماذا محمد؟ لانه الدين الوحيد اللي كل الاديان التانية بيتصرف عليها مليارات عشان تنتشر، وده الدين الوحيد اللي بينتشر حتى وهو بيتحارب. هيجننوا، كل ما يشتموا فيه يزيد، كل ما يشتموا في النبي الدين يزيد، كل ما يحاولوا يحاربوا القران الدين يزيد. غباء في غباء، مش راضين يفهموا لانه بتاع ربنا. لماذا محمد؟ لانه البدر المنور في سماء الكون كله، وكل ما يبصوا للبدر ونوره يحقدوا وما يقدروش يستحملوا. طلع البدر علينا. انا عايز اكلمكم الليل النهارده يا جماعه عن شوق الكون كله الحبيب الله. قد ايه الكون كله مشتاق للرسول، قد ايه الحجر والشجر والحصى، قد ايه حيتان البحر بتصلي على رسول الله، قد ايه نمل الجحور، النمل اللي تحت السجاجيد في بيتك وبيتك دلوقتي بيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله اللي الكون كله مشتاق له. لما مات رسول الله انس بيقول ولما مات اظلم كل شيء، الكون كله حزن على النبي لما مات عليه الصلاة والسلام. الحيتان، مش الرسول قال ان الحيتان في البحر وحتى النمل في الجحور بيصلوا على معلم الناس الخير، بيصلوا على معلم الناس، وفي حد علمنا الخير اكتر منك يا رسول الله؟ يعني حيتان البحر بتصلي على رسول الله، يعني نمل الجحور بيصلي على رسول الله. ده الرسول الحصى اتحط في ايده، الحصى سبح ربنا، الحصى حصوايا حصوايا عارفاك يا رسول الله. يا حبيب الله يلي ايدك ما تحطتش على حاجة لو جت فيها البركة، لما تحطت ايدك في الطعام البركة جت في اكل الجيش كله. يلي ايدك ما تحطتش على صدر لو تنزلت عليه الهداية، الشاب اللي كان جاي عايز يزني حطيت صدرك على صدره، ايدك على صدره الهداية نزلت في قلبه. يلي ايدك ما تحطتش على مرض الا وربنا شفاه، على عين سيدنا علي بن ابي طالب شفيت، على رجل الصحابي المكسور شفيت عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، يا حبيب الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي. ملائكة السماوات السبعة يا رب، السبع سماوات مليارات المليارات من الملائكة يا رب بتحب رسول الله وعارفة رسول الله. لما طلع مع جبريل في رحلة المعراج، فكل ما يخبطوا على باب من ابواب السماء يقولوا ومن معك، يقول محمد، يقولوا اهو قد بعث، هو بعث رسول الله، اخيرا جيت يا رسول الله، الكون كله كان مستنيك، الكون كله كان ظلمة لغاية ما انت نورته يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. جذع الشجرة لما كان بيخطب عليه وبعد كده الصحابة عملوا له منبر خشب، الجذع تقوى تقوى من فراق حبيب الله، الجذع عارفه. والحصى والصخر، في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اني لا اعلم حجر، حجر يا جماعة، حجر حجر يلي قلوبنا بقت اشد من الحجر، كان يسلم علي في مكة اني لا اعرفه الان. الحجر عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في قط، صح رسول الله حديث صحيح، كان في قط في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، كان لما النبي يخرج يلعب ويطلع وينط، اول ما النبي يدخل يسكن خالص وقارا واجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمل لما النبي دخل في حديقه لقى الجمل عينيه ظرفت، النبي قعد يحسس عليه، فالجمل اشتكى للنبي، حديث صحيح والله العظيم يا جماعه، حديث صحيح. وراح النبي لصاحب الجمل قال له انك تجيعه وتدئبه، انت ما فيش قلبك رحمه، الجمل عارف رسول الله عليه الصلاه والسلام. انت حبيته ولا لسه؟ حبيتيه ولا لسه؟ لسه ما حبيتوش؟ لسه لسانكم ما اشتغلش عليه الصلاه والسلام؟ يلا يا جماعه، يلا معايا قلوبكم ولسانكم، انا عايز قلبك الليله يبقى معايا، قلبك الليله يبقى مع حبيب الله عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. ثم بعد كده انا عايز اقول لكم قد ايه كان شخصيه مبهره، قد ايه بهر كل اللي شافوه. النبي لما وقف قدام المشركين قرأ عليهم سوره النجم، المشركين كلهم سجدوا منبهرين. النبي كان شخصيه بتبهر اي حد يقابلها، ابو لهب وابو جهل وعقبه بن ابي معيط واميه بن خلف مرغوا جباههم في التراب لما سمعوا سوره النجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه الصلاه والسلام كان في واحد اسمه ضماد في الجزيره العربيه كان بيعالج، كان طبيب يعني، فسمع عن النبي قال لا لا ده باينه يعني ايه، باين محمد مصاب بالجنون. راح قال له يا محمد، يا محمد انا بأبرئ من الجنون، قول لي انت مالك وانا اشفيك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتين من بق النبي جابوه بالضربة القاضية، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لسه النبي ما كملش، قال له إيه؟ إيه؟ ماذا تقول؟ الراجل بتاع رقى وبتاع حاجات قال له أنت بتقول إيه؟ النبي عاد له كلام تاني، قال له ماذا أفعل حتى أدخل في دينك؟ ما استحملش كلمتين من النبي. الطفيل بن عمرو الدوسي لما المشركين قالوا له خد بالك محمد هيسحرك، حط القطن في ودانه، وبعد كده لما لقى النبي بيصلي في الحرم راح قال طب ما انا راجل عاقل، ما اسمعه، سمعوا كلمتين دخل في دين الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام. لما عبد الله بن سلام الحضري اليهودي، حاخام يهودي كبير جدا، شاف النبي اول ما دخل المدينه بص لوشه قال لا
أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ده وش كله صدق، ده كله نور، ده كله رحمة من الله. الوش المنور ده لا يمكن يكون كذاب أبدا، ودخل في الإسلام، دخل في الإسلام عشان حبيب الله. الغرب الوقت اللي بيشتموا في النبي يا جماعة منبهرين به ومؤلفين كتب في عظمته. أنا والله العظيم عندي يعني جبت كتب في مكتبتي، كتاب لقسيس اسمه ديفيد بنيامين كلداني، الكتاب أسلم وبقى اسمه عبد الأحد داود. عارفين ديفيد بنيامين كلداني اللي هو عبد الأحد داود بيقول إيه؟ بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر معجزة في الإسلام اسمه اللي هو إيه؟ محمد. فليه؟ قال ان البشارات اللي بشرت في التوراه والانجيل بشرت واحد اسمه محمد، والاسم ده ما كانش بيتسمى اصلا عند العرب. لما يجي واحد يتسمى محمد ودي ما بتحصلش ويقول انا النبي وبعد كده ربنا ينصره، يبقى يقينا هو ده النبي فعلا عليه الصلاه والسلام. قصه ثانيه اسمه انسلم ترميدا، اسلم والف كتاب اسمه تحفه القريب جبته برضه، وقصه اسمه ابراهيم خليل فيليبس بقى اسمه ابراهيم خليل احمد الف كتب وجبتها، كلهم منبهرين يا جماعه. يقول لك ده النبي مذكور في التوراه، جاء الله من سعير، جاء الله من سعير، سعير اللي هي مكان نزول سيدنا عيسى، وأشرق من سيناء اللي هو مكان نزول سيدنا موسى، وتجلى من فاران اللي هو مكة اللي هو مكان نزول سيدنا محمد، وجاء من فاران ومعه 10,000 قديس، 10,000 صحابي اللي جم في فتح مكة. يا جماعة ده في التوراة، وسوف يأتي حمدة، حمدة يعني محمد لكل الأمم في التوراة موجودة حتى الآن. في الإنجيل سيدنا عيسى بيقولهم أما الآن فإني ذاهب، ولا تحزنوا لأني إن لم أذهب لن يأتيكم بركليتوس أو الفرقليت، الفرقليت عربية بالضبط يعني محمد يعني أحمد عليه الصلاة والسلام. أسلموا يا جماعة. مايكل هارت في كتاب الخالدون ما وأعظمه محمد بقرأ له في الكتاب لقيته بيقول أنا ليه حطيت محمد في الأول؟ لأن أي حد في الدنيا كان ممكن يتصور أن الحاجة العظيمة اللي عملها لو ما كانش عملها كان جه حد تاني بعده عملها، لو كان أديسون ما اخترعش المصباح كان جه حد تاني اخترعه، إنما اللي عمله محمد لا يمكن بشر كان يقدر يعمله أبدا. سبحان الله العظيم، دول الكفار يا جماعة. تولستوي كان هيتقتل بسبب أنه قال على سيدنا محمد أنه شخصية من أعظم شخصيات التاريخ. جوتا بيقول ان المثل الاعلى في التاريخ بعد بحثه هو محمد بن عبد الله. جوتا اللي بيعلمونا فلسفته وما علموناش هو قال عن محمد بن عبد الله. كل الناس، برنارد شو بيقول ان محمد لو اتى الان لاستطاع ان يحل مشاكل العالم كله وهو يحتسي فنجان من القهوة العربية. أليكسيس كاريل كان واخد جائزة نوبل في الطب بيقول من الزور والبهتان ان يقال على محمد انه غير رسول، او على الاسلام انه غير دين من الله سبحانه وتعالى. انبهر كلهم. غاندي لما قرأ سيرة الرسول ذهل، قال يا ريت كمان كتب سيرة قرأها عن محمد بن عبد الله. لسه ما حبتوش. حبيب الله قدم مليون برهان ليك وليك انه بيحبك، وانت قدمت ايه لغاية الوقت عشان تقول له انا بحبك يا رسول الله؟ لو حد منها طلع عمرة المولد اللي جاية وهو طلع قدام قبر النبي، هتقف قدامه بأنهي وش؟ هتقف قدامه بأنهي وش قدام حبيب الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قدام قبره؟ هتقول له ايه؟ هتقول له يا رسول الله احنا عايزينهم يعتذروا انهم شتموك. اعتذر انت الاول عن اذاك للنبي قبل ما تطلب انهم يعتذروا عن اذاهم ليه، اعتذر انت الاول. المتبرجة تعتذر، تقول له خلاص يا رسول الله هلبس نقاب. اكل الربا يعتذر، المرابي يعتذر، المرتشي يعتذر، اللي ما بيصليش يعتذر، اللي بيعصي ربنا يعتذر، اللي ملهي في الدنيا يعتذر. عايزين نقدم اعتذار عمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد، يا أمة حبيب الله، عايزين اعتذار عمل الرسول الله. لازم المناسبة دي تكون اعتذار عمل من الأمة كلها تقوم في جيش محمد عليه الصلاة والسلام وتقول له خلاص يا رسول الله احنا بنعتذر لك عمليا بتوبة نصوح الى الله وبعمل جد في الدعوة الى الله. انا عايز اقول لكم قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ايه ربنا حبه، قد ايه ملك السماوات والارض ربنا ومولانا قد ايه حبه، وقد ايه ربنا كان بيحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقد ايه مقامه عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ربنا دافع عنه وحي، مش هيدافع عنه وميت. ده العلامة احمد شاكر كان شاف واحد خطيب طلع على المنبر زمان ايام الملكية في مصر، فلما طلع على المنبر جه طه حسين والامير اكرمه، فطلع الخطيب بينافق الامير فبيقول له ايه، بيقول له ما عبس ولا تولى اذ جاءه الاعمى اللي هو طه حسين، كانه بيعرض على النبي. احمد شاكر بيقسم بالله ان مرت الايام والخطيب المعلق المفوض اهو شافه عامل في مسجد بياخد جزم الناس يحافظ لهم عليها لغايه ما يصلوا ويخرجوا، وشافه في المنظر ده وشوفوا ربنا بيخسف باللي يعتدى على النبي ازاي. انتوا فاكرين يا اهل الدنمارك انكم بتعتدوا على محمد؟ انتوا بتعتدوا على الله؟
بتعتدوا على الملك العظيم. هو اللي يعتدى على ربنا، انتوا فاكرين اللي يتحدى ربنا يتحمل له ايه؟ لما امريكا عملت من سنين صاروخ تشالنجر يعني المتحدي، قالوا خلاص احنا ما فيش حاجه تعجزنا، عملوا تشالنجر وعملوا دعايه في الكون في الارض كلها. انا فاكر ايام ما كنت طفل هبلونا في الدنيا كلها، باقي 15 يوم على تشالنجر، باقي 14 يوم على تشالنجر، 12 يوم، 11 يوم، 10 ايام، لدرجه العالم كله انبهر. والسته اللي هيركبوا صاروخ تشالنجر يجيبوهم شخصيات بقى اسطوريه، ويجيبوا تكنولوجيا تشالنجر، وكلنا يوم بقى بدأوا يعدوا بالساعات في الاخر، يوم بقى انطلاق تشالنجر. انا فاكر يومها بقيت اتابع في التلفزيون عايز اعرف تشالنجر عمل ايه بقى، ما جاش اخبار. لا هو مش النهارده تشالنجر اللي كانوا هابلنا عليه بالليل في نشره بالليل، لقيتهم بيقولوا ان بعد 19 ثانيه من طلوع تشالنجر اتحرق هو وكل اللي فيه، ووقع في المحيط مش عارفين يجيبوا منه حاجه. بعد 19 ثانيه ليه يا رب؟ طب ما كان يتحرق فوق. لا، عشان في الكاميرا قدام عينينا كلنا شفناه وهو بيتحرق. اتحدوا، هتتحدوا مين؟ اتحدوا ربنا بتوع تايتانيك. لما امريكا عملت تايتانيك وقال القبطان بتاعها لو ربنا نفسه ما يقدرش يغرقها، سبحان الملك، وهي ماشيه بعد يومين بقى في انسيابيه في المحيط، دخلت في جبل جليد ما شافتوش ازاي؟ مش ممكن، ده اللي كان بيقودها قبطان من اعظم قباطين العالم، ازاي؟ شقها 96 متر كلهم غرقوا في خلال ساعتين، سبحان الملك العظيم، سبحان الله العظيم. احد مليارديرات لبنان، وكان يعني عمل بتاع يعني مدفن لنفسه بملايين، وجابوا بالرخام وعمل، وقال انا لما مت تعالوا اشربوا خمره هنا لرفيقه ورفيقاته، انا فوق الموت، سبحان الله. وهو راجع مره لبنان الطياره اتحرقت بوقعت في البحر، حتى الان لم يجدوا له اثر. اللي ورثه بنته ماتت، اللي ورثها بنتها ماتت، ما كانش حالتها غير كلب اللي ورثه كان شقى عمره كله عشانه، كلب، لانه اتحدى ربنا. انتوا بتتحدوا ربنا؟ انتوا فاكرين انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين؟ انتوا عارفين مقام النبي اللي انتوا بتشتموه عند الملك الجليل ايه؟ والله العظيم يا امه محمد، والله العظيم لو قمنا وفوقنا وربنا راى مننا الخير، والله العظيم هينتقم منهم في الدنيا انتقام لا قبل لهم به. اغبياء، ما مش عارفين بيحاربوا مين. مقام حبيب الله عند الله، عند مولانا سبحانه وتعالى. ده ربنا اعلى نبي رفعه ابراهيم، رفعه للسماء السبعه. سيدنا محمد طلع سدرة المنتهى، سبحان الله العظيم. ده كلمة محمد مكتوبة على مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، محمد رسول الله مكتوبة على مفتاح الجنة. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، يبقى مش هيدافع عن محمد. سراقة بن مالك لما ركب الخيل وجري عشان يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام وياخد الميت ناقة اللي قريش عملتها مكافأة اللي يقبض على النبي، الخيل بتاعته غرزت في الرمل، أصل الرمل عارف ربنا وعارف محمد، والخيل عارفه ربنا وعارفه محمد. بتحاربوا مين؟ ده انتوا الاسلحه اللي في ايديكوا عارفه ربنا وبتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده انتوا الاسلحه اللي في ايديكوا جنود لله، والله العظيم يا جماعه. يا امه محمد لو عندنا يقين. سيدنا محمد لما كان يقف بين ايدين ربنا، يقف بين ايديه، اول ما يقف بين ايديه يقول له لبيك لبيك وسعديك، جاي لك يا رب جاي لك. اول ما يسجد يهوي ساجدا كاني مش مصدق ان الباب اتفتح، ينزل ساجد بسرعه، ولما يهوي ساجدا ربنا يقول له وتقلبك في الساجدين، عامل زي الطير اللي دخل جنينه قاعد يدق يتنقل ما بين الشجر اللي في الجنه ديت وهو مبهور. سيدنا محمد قلبه في السجود قاعد يتنقل ما بين الحب واليقين والاخبات والانابه وصدق وتقلبك، قاعد يتقلب قلبه ما بين مقامات اليقين والاخبات لله. يا ده سيدنا محمد وهو جاي ينام، كان وهو بينام عارف ان قلبه هيطلع ليه يطلع ربنا، كان بيقول اني ابيت عند ربي، ده انا ما بقاش تحت خالص، ده انا اللي ببقى تحت معاكم وانا نايم جسمي، انما روحي فوق عندك يا رب. لسه ما حبتوش، لسه ما حبتوش، لسه ما حبتوش، وربنا بيقول له انا فتحنا لك فتحا مبينا. العلماء قالوا لك يعني عشانك انت، يعني فتح مكه ده كان عشانك انت يا محمد، كان كرامه ليك انت يا حبيب الله. ده ربنا بيقول له لعمرك انهم لفي سكرتهم لعمرك. العلماء قالوا ربنا يقسم بحياه النبي. ليه ربنا اقسم بحياه النبي؟ لانها حياه غاليه، ملاها طول الليل بالتسبيح وطول النهار بالعباده، في كل لحظه من حياته كان بيعبدك يا رب، في كل لحظه من عمره كان بيسبحك يا رب، بكل ذره من كيانه كان بيمجدك يا رب. فربنا اعلم ان حياه سيدنا محمد غاليه قد ايه، فبقت غاليه عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يقول له فانك باعيننا، انك بعيد، ما تتوصفش دي، اوصفها ازاي حبيب الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول لك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان صفاته مبهره قد ايه. انا عايزك تنبهر معايا دلوقتي بصفات النبي، صبره المبهر،
ما في صبرين كتير، انما صبر سيدنا محمد المبهر اللي يبهرنا، وهو عنده 6 سنين وطالع مع امه وحليمة السعدية، هما الثلاثة بس طالعين في الطريق، تموت امه في الطريق، ما فيش غيره هو وحليمة، طفل عنده 6 سنين يدفن امه بايديه لان ما فيش حد، ويفضل الموقف في ذهنه سنين لغاية بعد حوالي 60 بعد كام، بعد 54 سنة لما يجي فتح مكة او في حج او في العمرة القضاء يروح عايز يستغفر لامه، يقف على القبر لغايه ما الشمس تطلع فلا يؤذن له فيبكي حبيب الله عليه الصلاه والسلام. ابنه كان عنده سنه ونص، ابنه ابراهيم سنه ونص، سنه ونص دول يا جماعه في الطب كان عندنا يقول لك دول بالاطفال في الوقت ده بيبقى لهم لغه خاصه كده بتسحر قلب الام والاب، بتخلي الام والاب يبكوا من كتر حب الاطفال في السن ده، وهو في السن ده اهو ربنا ياخده ياه عشان ربنا يقول له لا يا محمد انت قلبك ليا انا بس يا محمد، قلبك مش بتاع حد تاني خالص يا محمد، الالف مليار خلية اللي فيك ما يعبدوش حد غيري ولا يحبوا حد غيري ولا يعرفوا حد غيري. حبيب الله، حبيب الله يا جماعة كان زهده زهد مبهر مبهر. لما عمر بن الخطاب دخل على النبي فبيبص في بيت النبي، عمر بكى يا رسول الله ده ثبتك ما فيهوش سجادة، ده ما فيهوش حاجة تنام عليها، ده ما فيهوش يا رسول الله كسرى وكسر بيناموا على الحرير. قال له أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، يا أنت لسه هنا يا عمر، أنت لسه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رحمة مبهرة. عبد الله بن أبي بن سلول اللي شتم النبي، اللي قال على الصحابة سمن كلبك يأكلك، اللي قال على الرسول لا يخرجن العز من الأذل، اللي سب عرض السيدة عائشة لما يموت الرسول يكفنه في هدومه ويدفل عليه من ريق ولعله يرحم بسده ويصلي عليه ويقول لا استغفرن الله له، رقة مبهرة. يقول لك أحد جبل جبل يحبنا ونحبه، في شعر أكتر من كده، في رأي أكتر من كده، يقين مبهر يقين. وهو مع سيدنا أبو بكر في الغار، أبو بكر يبص فوق كده يلاقي المشركين، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، زي صدام حسين لما كان كده في المكان اللي كان مستخبي فيه وفجأة يبص فوق يلاقي الأمريكان واقفين داير ما يدوه، فيبص إيه ده لو واحد بص تحت رجليه يشوفني. تخيلوا النبي يقول له إيه، لا تحزن إن الله معنا. خمسة يا رسول الله، خلاص صدق مبهر. كان يقف في قيام الليل صدره زي صوت حلة المية اللي بتغلي على النار من كتر همه عليكي، من كتر همه عليك، من كتر ما كان كل همه ان احنا يا جماعة نطلع مسلمين ونطلع عارفين ونطلع ندافع عنه ونطلع ننصر سنته عليه الصلاة والسلام. صدق مبهر يا جماعة، عفو مبهر. يا رسول الله المرأة اليهودية اللي تحط لك السم في الشقة، المرأة اليهودية تعفو عنها؟ يا رسول الله، يا رسول الله اللي يحاول يترك الاعراب اللي يرفع عليك السيف يقول لك من يمنعك مني، الاعرابي ده هو تعفو عنه؟ يا الهي يا الهي على العفو المبهر والرحمة المبهرة والزهد المبهر والشجاعة المبهرة. الرسول عليه الصلاة والسلام من كتر شجاعته يعني وصلت لدرجة يا جماعة ان في غزوة حنين والصحابة لما تفرقوا وقف يقول انا النبي لا كذب، انا النبي لا كذب. انت النبي ده في الرتب العسكرية في الحروب بتخلع الرتب بتاعتها لانها لو اتعرفت هيستقصدوها، واقف وسط جيش المشركين مش همه بيقول انا النبي، انت عرفتهم انك انت القائد ده كلهم هيتلموا عليك، انا النبي لا كذب. شجاع شجاع عليه الصلاة والسلام. انا عايز قد ايه قد ايه الكون بيحبك يا محمد، قد ايه الكون بيحبك، قد ايه الحجر بيحبك، قد ايه ملائكة السماوات بتصلي عليك وحيتان البحر بتصلي عليك ونمل الجحور بيصلي عليك وربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك يا محمد يا ابن عبد الله. قد ايه يا رسول الله الشوق اللي في قلوبنا ليك، اشتقنا ليك يا حبيب الله، اشتقنا لليوم اللي نقابلك على الحوض فيه، اشتقنا نضمك ونشوفك قدام عينينا ونشوف ملامحك لاول مره في حياتنا ونحضنك ونضمك ونبكي على الحوض نقول لك يا رسول الله احنا مش عطشانين ميه، احنا مش عايزين نشرب ميه، احنا عطشانين ان احنا نملي عينينا من وشك يا رسول الله، احنا عطشانين ان احنا نحضنك ونضمك، عطشانين يا رسول الله احنا نقبلك، عطشانين ان احنا نقول لك احنا تعبنا بعدك قد ايه واستحملنا قد ايه عشانك وجهدنا قد ايه عشانك، احنا عطشانين لليوم اللي هنملي عينينا منك يا رسول الله يا حبيب الله يا ولي الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله جه اليوم اللي البدر ربنا اذن انه ينطفئ والسراج ربنا اذن انه ينطفئ، جه اليوم اللي حبيب الله خلاص الكنز اللي ربنا ادهولنا ربنا اذن ان هو ياخده تاني، جه اليوم اللي خلاص البدر اللي جه نور لنا الارض الفترة بالفترات
ربنا أذن أنه يطلع في السماوات ينور في السماوات يجور الله. جه اليوم اللي الخليل هيبقى خليله، جه اليوم اللي البدر اللي ربنا نور لنا حياتنا به ومللنا حياتنا بالأمل والرحمة والخير والدين والاتصال بالله به، جه اليوم اللي ربنا هياخده خلاص. سيدنا محمد قبل موته بسنة عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ينزل جبريل مرتين يراجع القرآن. ليه يا رب؟ ده كان كل سنة مرة، والنبي يعرف إنه ده موته. معاذ رايح اليمن يقول له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، خد بالك يا معاذ ممكن تكون دي آخر مرة هتشوفني فيها. يقف في حجة الوداع يقول لهم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. خدوا بالكم، الحقوا الفرصة، الفرصة بتروح من إيديكم دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في السنة دي 20 يوم بعد ما كان بيعتكف 10 أيام كل سنة. قبل 3 شهور من موته ربنا ينزل اليوم أكملت لكم دينكم، يعني خلاص يا محمد يا ابن عبد الله الدين كمل، مهمتك خلصت خلاص خلاص. كنت بتجوع ما عدتش هتجوع بعد النهاردة، ما عدتش هتتعب بعد النهاردة، ما عدتش حد هيرميك بالحجارة ويدمي رجليك بعد النهاردة، ما عدتش حد هيشتمك ويقول عليك مجنون بعد النهاردة، خلاص ما عدتش في كرب عليك بعد النهاردة، خلاص هتطلع لحبيبك ومولاك عشان يعوضك. انت عشت حياتك كلها يا محمد يا ابن عبد الله بتدي وبتضحي، عشت حياتك كلها وانت ما تعرفش غير العطاء. انت النهاردة يا محمد يا ابن عبد الله هترجع خلاص، اليوم اكملت لكم دينكم. وقبل موت النبي بأيام بحوالي 10 أيام يؤمر أنه يروح يزور قبور البقيع ويصلي على شهداء أحد، بيودع الأموات وبيودع الأحياء، ومعه أبو مويهبة مولاه فيقول له يا أبا مويهبة إن ربي خيرني بينما عند الله بين لقاء الله والجنة وبين الخلد في الدنيا والملك فيها ثم الجنة. فقال يا رسول الله فاختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال لا يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء الله، اخترت ربي اللي خلاص ما عدتش قادر من كتر الشوق ليه، اخترت لقاء ربي والجنة. يروح النبي من البقيع فالسيدة عائشة بتقول له ورأساء انا مصدعة، يقول لها بل انا ورأساء. اول مرة النبي يشتكي من رأسه، اول مرة يمسكه صداع رهيب وتبدأ حرارة النبي ترتفع ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل على نفسه لغاية ما يجي فترة خلاص ما عادش قادر. فيروح لبيت السيدة عائشة وهو رابط رأسه بعصابة مولعة من شدة حرارة النبي ومسنود من الناحيتين ورجليه بتزحف على الأرض، ما هوش قادر يشيل نفسه من كتر الألام اللي في جسمه. يروح في أوضة السيدة عائشة قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة أيام يتحامل ويخرج للصحابة يقول لهم وددنا أن رأينا إخواننا، أنا وحشني إخواننا أوي. يقولوا رسول الله مش إحنا؟ لا ده أنتوا، انت اللي بتتفرجوا عليا دلوقتي. الرسول اشتاق لينا، يا ترى اشتاقنا ليه ولا لا؟ والرسول عليه السلام قبل موته بخمس ايام يخرج للصحابه وراسه مربوطه ويقعد على المنبر مش قادر يقف عليه الصلاه والسلام، يقول لهم من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، قبل ان لا يكون دينارا ولا درهما. ان عبدا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يسيبهم النبي ويدخل قبل موته باربع ايام عليه الصلاه والسلام، يتحمل على نفسه ويخرج يصلي بهم المغرب صلى الله عليه وسلم، ويصلي بهم بسورة المرسلات آخر سورة النبي صلى بيها عليه الصلاة والسلام. يدخل يغشى عليه ينام، فكل ما يصحى يقول أصلى الناس؟ الناس صلوا، يقولوا يا رسول الله ده مستنيينك تخرج تصلي بهم العشاء، ما هوش قادر. يغشى عليه تاني، أصلى الناس يا رسول الله مستنيك؟ طب هاتوا مية صبوا عليا مية. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يحاول يتحمل عشان يصلي بهم، يقع الرسول عليه السلام، ويبقى أول صلاة يعجز رسول الله أنه يصلي مع الصحابة فيها، ومن ساعتها دي آخر صلاة صلى بها مع الصحابة. آخر مرة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث أيام ونايم، يقول لهم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنا خلاص النبي خلاص عاد عايش مع ربنا، ما عادش عايش معانا. قبل موته بيومين الاستعدادات الأخيرة للقاء الله، يعطي كل العبيد اللي عنده والموال اللي عنده، يطلع كل المال اللي عنده لله، يتصدق، يوقف السلاح بتاعه للمسلمين. سيدة عائشة كان درعه مرهونة، ما كانش معاه الفلوس اللي يفك رهن درعه بيها. سيدة عائشة ما كانش عندها غير شوية شعير في كيس، الزيت بتاع المصباح ما كانش معاه فلوس تجيب زيت، بعتت استلفت من واحدة جارتها زيت. في اليوم الاخراني في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في اخر يوم ساعة ما الصحابة كانوا بيصلوا الفجر بامامة ابو بكر الصديق، يقوم الرسول وهم في وسط الصلاة
ويرفع الستارة اللي كانت ما بين بيته وما بين الصحابة، ويبص في وجوه الصحابة وهم واقفين مليين المسجد، والخشوع على وشهم والنور على وشهم، يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبسم ليه؟ ثمرت حياته، ثمرت عمره اللي عاش عمره كله يبني فيها، ثمرت حياته الرجالة اللي هتشيل الدين من بعده، الرجالة اللي هتعلم الناس مين ربنا من بعد محمد، الرجالة اللي هيقف في وش المرتدين وفي وش مدعي النبوة وفي وش كسرى وقيصر وهينشروا الدين في العالم كله. يبص للخشوع اللي في وشهم يطمن على الدين من بعده، يخفض الستارة، الصحابة يبصوا للنبي يكادوا يفتنوا، يشاور لهم لا خلاص خليكم زي ما انتم، ويدخل ينام الحبيب. في اللحظة دي يبدأ يشتد عليه الألم لدرجة انه ما عادش قادر ينطق، يدخل أحد الناس معاه سواك يبص له، السيدة عائشة تفهم، تاخد السواك يقعد يستكبي أحسن ما استاك عليه الصلاة والسلام، بيستعد للقاء الله، بيعطر فمه لقول لا إله إلا الله عند الموت عليه الصلاة والسلام. تدخل السيدة فاطمة تلاقي حالة النبي اتغيرت تماما تماما، تقول له واكف يا بتاع انت مالك؟ ابويا ماله؟ سيدة فاطمة لما شافت الرسول قال لها يا فاطمة لا كرب على ابيك بعد اليوم. خلاص يا فاطمة ما عدتش اربط الحجر على بطني من الجوع بعد النهاردة، ما عدتش هلف على رجلي الرقاع من التعب بعد النهاردة في الجهاد، ما عدتش يا فاطمة خلاص هجوع يوم وهشبع يوم، ما عدتش يا فاطمة هيمر الهلال تل والهلال تل والهلال، لا يوجد في بيتي شيء اوقده او اكله غير التمر والمية، ما عدتش يا فاطمة خلاص هتعب، ما عادش الناس هيحطموني بعدما حطمه الناس، الناس حطمت. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم. سيدنا انس يدخل يلاقي النبي بيحشرك وهو يقول كان الحبيب يغرغر وروحه تجود وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. الحبيب عليه الصلاة والسلام بيقول لغاية ما صوت الحشرجة في صدره فضل ولسانه عجز عن النطق بعد كده عليه الصلاة والسلام. اسامة بن زيد يدخل على النبي، النبي مش قادر، يقعد يرفع ايديه لفوق من غير ما ينطق ويمسح على اسامة، مش قادر، بيدعي بقلبه لاسامة بن زيد رضي الله عنه. وتيجي اخر لحظات في عمر رسول الله، اخر لحظة في عمر النبي لما الحرارة تشتد عليه اشتداد رهيب، السيدة عائشة تجيب مية جنبه يبدأ يحط ايده في المية ويمسح على ايده ويقول اللهم خفف علي سكرات الموت، ان للموت لسكرات. وبعد كده السيدة عائشة قاعدة مش عارفة النبي ماله عليه الصلاة والسلام، بعد كده تسمعه بيقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى. تعرف السيدة عائشة انه بيخير ما بين الدنيا وما بين ربنا، وبيختار ربنا عليه الصلاة والسلام. وبعد كده يقع راس رسول الله على صدر عائشة وتسقط ايديه في اناء المية اللي كان جنبه وهي مش عارفة ان النبي مات، مش فاهمة ايه اللي حصل. يدخل عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة، فيبص عمر بن الخطاب فيقول يا رسول الله ما اثقل غشيتك يا رسول الله، ده انت مغمى عليك والاغماء تقيل قوي عليك يا رسول الله. يخرج عمر بن الخطاب والمغيرة من الباب، المغيرة يقول له يا عمر لقد مات رسول الله، يقول له ايه انت بتقول ايه ما مات رسول الله؟ سيدنا عمر يكاد يجن، انت ازاي بتقول انه مات؟ رسول الله ما ماتش، رسول الله راح عند ربنا زي ما موسى راح عند ربنا 40 يوم وهيرجع يقطع رقبه اللي هيقولوا ان النبي مات، ما مات رسول الله، ولكن ذهب الى الله، ذهب الى الله كموسى وسيرجع، رسول الله ما ماتش. سيدنا عمر بن الخطاب يفقد عقله، سيدنا ابو بكر الصديق يفقد صوابه تمام، سيدنا ابو بكر الصديق يجي من اعلى المدينه يبص على النبي يعرف ان النبي مات، يقبل راسه ويخرج للناس في المسجد يقول لهم من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم. سيدنا عمر لما بيسمع الآية يقول بس خلاص، فعرفت ساعتها أنه الحق وأن رسول الله قد مات. يقع من طول عمر بن الخطاب، خلاص يا رسول الله، خلاص البدر اللي طلع علينا ونور حياتي 23 سنة عدت أجي بالليل ملاقوش في حياتي، الشمس اللي كانت بتنور لي كل يوم عدت أجي مش هلاقيها، خلاص يا رسول الله لما واحد مننا هيقول نفق حنظلة وعايز يجي يشتكي لحد مش هيلاقيك، خلاص يا رسول الله ما عدناش هنيجي ونسمع منك كل يوم، خلاص البدر هيطفى أخيرا. يعرف عمر أن النبي مات، بلال يطلع يأذن لصلاة الفجر، أول ما يوصل لك
كلمة أشهد أن محمد رسول الله يبكي وصوته يتخنق من الدموع وينزل ويقسم أنه ما عاد هيقدن لحد غير رسول الله، ما قدنش بعد كده غير لما فتح المسجد الأقصى، وعمر أقسم عليه أنه يقدن في المسجد الأقصى رضي الله عنهم جميع. أنس بيقول لما دخل رسول الله المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما مات رسول الله أظلم فيها كل شيء. النور اللي كان منور حياتنا، البدر اللي طلع علينا ونور لنا حياتنا، ده ربنا يا جماعة لما وصف الشمس في القرآن وصفها بأنها سراج، ولما وصف القمر في القرآن وصفه بأنه منير، وحينما وصفك يا حبيب الله جمع لك ما وصف به الشمس والقمر فوصفك بأنك السراج المنير. السراج زي الشمس بينور نهارنا، والقمر زي والمنير زي القمر بينور لنا، منور حياتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة تجلس حجرتها تسمع صوتهم وهم بيحفروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة تبكي وتقول ازاي ازاي اهلت التراب على حبيب الله. انطفأ السراج يا جماعة، انطفأ رسول الله، مات الرسول بس الاسلام ما ماتش، مات الرسول بس كان وراء رجالة، مات الرسول بس كان في رجالة ربهم بعمره واطمن عليهم في النظرة الأخيرة في الفجر قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. ساب رجالة، ساب رجالة بتقول أينقص الدين وأنا حي؟ يبقى احنا ميتين. ما هو بيقول لو أنا حي يبقى ما ينفعش الدين ينقص، يبقى احنا ميتين ما دام الدين بينقص. أبو بكر الصديق بيقول والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. عارفين يعني عقال بعير؟ يعني بيقول لو جابوا الزكاة كلها، زكاة المواشي، بس كانوا بيحط في رقبة الغنمة حبل يسوقوا بيها وهم رايحين يودوها للصدقة، لو الحبل ده جابولي الغنمة وما جابوليش الحبل، جابولي الجمل وما جابوليش الحبل هقتله، عشان حبل، عشان سنة، عشان السنة ما تتقطش، عشان سنة النبي، سنة النبي اللي احنا فرطنا فيها، سنة النبي اللي احنا ضيعناها يا شباب، دين النبي اللي نقص واحنا احياء يا جماعة، دين رسول الله اللي كل يوم بينقص واحنا كل يوم ارض جديدة بتحتل العراق وافغانستان وفلسطين وغزة والسودان واحنا احياء نرزق يا جماعة. كانوا رجالة، كانوا رجالة. الخندق كان طوله 5000 قدم وكان عرضه 5 قدم وعمقه 10 قدم، يعني حفروا الاف الاف وكانوا بيحفروا بايديهم والدنيا تلج وفي مجاعة، ومع ذلك كانوا بيحفروا رضي الله عنهم وما قاعدين في صحيح البخاري وقاعدين يقولوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، احنا اللي بايعناك يا رسول الله وهنفضل. يا كانوا رجالة. انما الوقت يا جماعة الصحابي كان يبقى عريس ليلة دخلته وينادي الجهاد يسيب مراته ويطلع، الوقت العرسان بتوعنا ليلة دخلتهم بيصلوا الفجر اصلا ولا لا؟ الصحابي كان يبقى اعرج معلهوش جهاد يسمع دعاء الجهاد يقول اني لارجو الله ان اطأ بعرجتي هذه الجنة. احنا بيبقى صحتنا يعني مفيش بعد كده، وبنعمل ايه دين ربنا؟ بنعمل ايه يا جماعة؟ بنقدم ايه؟ ابو بكر خرج من ماله 4 مرات، انت تقدري تخرجي من ذهبك مرة عشان رسول الله وتطلعي الثمن ذهبك شرايط وحاجات في الدعوة توزعيها في كل مكان وتوزعيها على كل ميكروباص وعلى كل وسيلة مواصلات عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف؟ ابو بكر خرج من مال 4 مرات، وعمر خرج من نص مال، وعثمان جهز جيش العسرة، كانوا ما بيصدقوا الدين يحداك يقولوا احنا فداك يا دين الله. كانوا رجالة يا جماعة. عرفتوا ليه شتموا النبي؟ عرفتوا ليه؟ لانه الحق، لانه حبيب الله، لانه النور المبين، لانه البدر الساطع. عرفتوا ليه شتموا النبي؟ لانهم باطل، لانهم انجاس، والطهارة الانجاس ما يقدروش يستحملوها، زي ما قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يا اهل الدنمارك ويا اهل السويد ويا اوروبا ويا امريكا ويا يهود الارض، خدوا بالكم، اعملوا الفرقان الباطل بتاعكم، القرآن هينتشر اكتر، اشتموا النبي، سنة النبي هتزيد اكتر، حاربوا الاسلام، الاسلام هيزيد اكتر، اعملوا اللي انتوا عايزينه، مفيش فايدة، مفيش فايدة. انتوا فاكرين ان بشر بيحارب بشر؟ ده بشر بيحاربوا الملك العظيم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول على سنته عضوا عليها بالنواجذ، بالنوازج، عليكم بسنتي يا شباب، يا بنتي، يا اختي، يا امي، يا ابويا، يا حبيب قلبي. يا جماعة عضوا عليها بالنواجذ. عارفين النواجذ يعني ايه؟ النواجذ اللي هي دروس العقل اللي بتطلع في اخر البق، دروس الحلم. طب مش معنى رسول الله في الطب كنا بندرس ان دروس العقل دي اول حاجة بتطلع في وقت عقل الانسان، يعني انت لو اتبعت السنة يبقى انت عاقل، لو ما اتبعتهاش يبقى مفيش مخ. تاني حاجة ان النواجذ ديت عضلات اللي فوق النواجذ دي اقوى عضلات في جسم الانسان، فانت بتعض باقوى ما تملك على السنة. في نفس الوقت النواجذ دي اخر البق، فعشان تعض بيها لازم اتعض بسنانك كلها، يعني النبي بيقول لك امسك في سنتي بايديك واسنانك.
في نفس الوقت ان في اللي في بيسموا النواجذ ديت اللي هي دروس العقل في الانجليزي wisdom tooth, wisdom يعني الحكمة, وهو ده نفس الاسم اللي ربنا سمى السنة به في القرآن, ويعلمه الكتاب والحكمة. الحكمة يا جماعة, السنة هي الحكمة. عضوا على سنة رسول الله بالنواجذ, عض على نقابك بالنواجذ, عض على مصحفك اللي بتقرأ فيه كل يوم بالنواجذ, عضوا على دين الله بالنواجذ, عضوا على المطويات وشرائط الدعوة اللي بتدعو إلى الله بها بالنواجذ يا جماعة, عضوا على قيام الليل بالنواجذ, عضوا يا جماعة على دينكم وعلى اتصالكم لله بالنواجذ عشان تبقوا مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني لهنا أنا أعتبر قربت جدا من نهاية الحلقة. الغرب بيفتخر علينا وبيقول لنا إن هو يعني هو اللي عنده العلم, هو اللي عنده كل حاجة, وإحنا متخلفين. ماشي, كان في مجموعة شباب ركبوا مركب مع يعني مركبي بس أمي ما بعرفش يقرأ ويكتب, فبدأوا يتريقوا عليه. واحد يقول له أنت بتعرف فيزياء وكيمياء, يقول له لا, يقعدوا يضحكوا ويضربوا ايدهم في اطباق. واحد يقول له انت بتعرف جغرافيا وتاريخ, يقول له لا, يقعدوا يضحكوا ويضربوا كفهم في كف بعض. واحد يقول له انت بتعرف ذره وفلك, يقول له لا, يضحكوا ويضربوا كفهم في كف بعض. دقايق والبحر هاج والسماء اتلبنت والعاصفه قامت والموجه بقت عامله زي الريشه وبيغرقوا. فقال لهم انتوا تعرفوا تعوموا؟ قالوا له لا. قال لهم خلاص يبقى ضعت يا حبيبي انت وهو. الناس دي عارفه فيزياء وكيمياء بس ما عندهاش علم النجاه. علم النجاه اللي حبيب الله علمهولي وعلمهولك, علم النجاه, علم ان احنا ننجو في الاخره, علم ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى وننجو في الاخره يا جماعه, علم النجاه, علم انك انت لما تنزل قبرك تجاوب ازاي يا سيد الملكين, علم انك انت لما تعدي من على الصراط تعمل ايه وانت بتعدي من على الصراط وتنجو ازاي وانت بتعدي من على الصراط. علم النجاه يا اخوانا, ازاي ان احنا ننجو فيفتخروا علينا بايه؟ احنا النبي علمنا اخطر علم واعلى علم على الاطلاق عليه الصلاه والسلام. المطلوب ايه؟ المطلوب ايه يا امه محمد؟ اول مطلوب يا امه محمد اعتذار عملي لحبيب الله, اعتذار عملي بشكل توبه نصوح لحبيب الله, اعتذار الامه كلها تقدمه وتقول له خلاص يا رسول الله. تاني حاجه ان الوقت عمره المولد النبوي جايه يا جماعه, نحاول نطلع عمره باي طريقه, نحاول ان احنا نروح تقف قدام قبر النبي عليه الصلاه والسلام, طبعا لا يدعى احد مع الله, تسلم عليه وتفتكر ساعتها, وتفتكر ساعتها قد ايه احنا محتاجين نعتذر لرسول الله. عذرا يا رسول الله, معلش معلش يا رسول الله, بس انا بقدم الوقت اعتذار عملي, بقدم اعتذار عملي بسلوكي, وهيجي اليوم اللي هعتذر لك فيه بدمي وانا بدافع عن سنتك يا رسول الله. تاني حاجه يا جماعه, الصلاه على حبيب الله. انا مش قلت لك لسانك ما يبطلش صلاه على الرسول؟ انت بطلت ليه؟ انت وقفت ليه؟ مش قلت لكم انك طول الحلقه تقول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام؟ انتوا وقفتوا ليه يا جماعه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام الاحاديث اللي قلت لكم دي كلها صحيحه, كلها صحيحه لو قال لكم دلوقتي. ان لله ملائكه سياحين في الطرقات يبلغوني من أمة السلام. ربنا مخلي ملائكة مخصوص عشان تقول للنبي مين اللي سلم عليه. عليك السلام يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنه من صلى علي فلا زالت الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي عليه. طول ما انت بتصلي الملائكة تصلي عليك. ايه رأيك في الصفقة دي؟ فليقل أحدكم أو فليكثر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من صلى علي صلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرة. الله, يبقى مقامه عند الله قد ايه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كان يعظمه ابن تيمية وابن القيم, كان يقول ومختلف في سنده عند أهل العلم, إلا أن ابن تيمية وابن القيم كانوا بيعظموه جدا, بيقول وكان رجل على الصراط يزحف مرة ويحبو مرة ويتألق مرة فأتته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنجت. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لما أبي بن كعب قال للنبي أجعل كل صلاتي لك, كل ذكري يبقى صلى عليك يا رسول الله, أعد للنهار أصلي عليك يا رسول الله, قال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك, هموم الدنيا والآخرة كلها. واحد يعني أعرفه بيصلي في المسجد, فجاء له واحد كبير قال له انت مش ملاحظ ان انا شكلي اتغير الايام اللي فاتت ديت وبقى شكلي؟ قال له يعني ايه؟ قال له انا عندي سكر وضغط وبيتي كله مشاكل وحياتي كلها هموم, انا بقالي فتره ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اول ما بدات ادمن الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ربنا خفف عني المرض وراحت كل اعراض المرض والبيت كله بقى ما فيش فيه اي مشاكل خالص على الاطلاق. عليه الصلاه والسلام. يبقى الصلاه على رسول الله بقى, يبقى نصلي ليل نهار على حبيب الله بقى. الحاجه الثالثه يا جماعه, جيش محمد. عايزين ننضم لجيش محمد. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هتنضموا للجيش ولا لما اليهود احتلوا فلسطين القدس
67 عملوا بزهرات في القدس وقالوا محمد مات خلف بنات. خلف بنات يا رجالة، ولا هنقول لهم ان احنا رجالة؟ يا جماعة كل واحد ينصر الدين باللي يقدر عليه. سمامة بن قتال كان تاجر قمح، قال انا همنع القمح عن مكة. سيدنا ابو بكر الصديق كان تاجر له علاقات كتير، قال انا هستغل علاقاتي في ادخال الناس دي في الاسلام، وجاب اكبر تجار مكة للاسلام. سيدنا سلمان الفارسي كان عنده خبرة عسكرية، قال للرسول صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق اللي حمت المسلمين في غزوة الخندق. كل واحد كان عايز. حسن بن ثابت كان بيكتب شعر، حسن بن ثابت ألف شعر في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد يعمل اي حاجة كلمتين وبس، بعد الستين دقيقة اللي بنتكلم فيهم كلمتين وبس، الدعوة والتوبة بس. التوبة لاعتذار العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول اعتذار عملي، والدعوة إلى الله، وتوزيع شرائط في وسائل المواصلات عشان الناس كلها تسمع، وتوزيع شرائط على الناس اللي نعرفها، وتوزيع شرائط نصرة النبي والكلام عن نصرة النبي. وكل ما تيجي حد يكلمك في التليفون أو يكلمك في أي حاجة دخل كلمة تصلي على النبي في أي حاجة، في أي حاجة، عشان كل الناس في كل حاجة تقول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لو رآك لأحبك. سيدنا ابن مسعود لما شاف واحد من السلف قال له لو رآك رسول الله لأحبك، لو شاف دموعك وخشيتك وبكائك وقيامك وصيامك ودعوتك وجهدك وطهارتك وعفافك ونور الإيمان اللي على وشك لأحبك. هل لو رآك رسول الله لأحبك؟ هل لو رآك حبيب الله لأحبك؟ احنا كنا مع رحلة النهاردة يا جماعة، رحلة مع البدر اللي نور حياتنا، رحلة مع الشمس اللي نورت حياتنا، رحلة مع البدر اللي كانت حياتنا ظلام في ظلام وقلوبنا كانت قبور قبل ما يطلع عليها وقبل ما ينور لنا ليلنا ونهارنا. خدوا سنة رسول الله عشان حياتنا كلها تنور. خليكم مع حبيب الله، خليكم مع دين الله، انصروا خليل الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر حبيبك. قولوا امين، قولوا امين بقلوبكم. بطلوا صلاة على الرسول بقى دي ديت بس، نقول امين ونرجع نصلي عليه تاني عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر سنة حبيبك، اللهم انشر سنة حبيبك في كل مكان، اللهم انشر دين الاسلام في اوروبا وامريكا واستراليا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادخل عبادك جميعا في رحمتك، اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين، اللهم انتقم ممن اذى نبيك، اللهم فهدهم او فخذهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، لا تتولى عنا، لا تنتقم منا بمعاصينا، لا تعاقبنا بمعاصينا وسيئاتنا. يا رب يا رب سخرنا لنصرة حبيبك في الدنيا، اللهم كما آمنا به ولم نرى، اللهم كما أحببناه ولم نرى، اللهم كما اشتقنا إليه ولم نرى، اللهم كما آمنا به ولم نرى، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة ماء على حوضه في ظل عرشك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب حبيبك محمد، ونعاهدك على أن نعيش حياتنا لنصرة سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وعاهدناك يا رب على نصرة حبيبك بكل ما نملك. اللهم تقبل منا وثبتنا واهدنا وسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.